طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان وحد لربك أن أردت دخولها واصدح ورتل آيذ القرآن جنة والوصل بالأرحام والجيران الصلاة فهي نهر دائم يقضي على اللثام والأدران أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخ الإيمان واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم يا عشاق الجنة أيها المشتاقون المشمرون إلى جنات النعيم، ومع موجب من موجبات الجنة، موجب من موجبات الجنة أي سبب من أسباب دخولها. أسأل الله أن يدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب أنتم ووالديكم وكل من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه. من موجبات الجنة حسن الخلق، بل أتحدث اليوم في موجبنا هذا على أكثر ما يدخل الناس الجنة. عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وانظر في سؤال الصحابة رضي الله عنهم، إن الجنة هاجس لهم يعيشون ويستيقظون وينامون على الأشواق، بل كان الحبيب يجلس بين أصحابه يحدثهم عن الجنة كأنما يرونها رأي العين. فلما سئل عن سبب دخول الجنة أخبرهم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو؟ تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق هذه العبادة التي هي شاقة على بعض المسلمين، ولذلك عندما يقال حسن الخلق معناها تزكية العبد لقلبه وتزكية العبد لنفسه. إنها الأخلاق، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبدل مع الغضب، وليس الإعطاء يزيدها وليس المنع ينقصها، إنما هذه السجايا الجميلة التي يجمل الله بها من شاء من عباده. قال الحبيب تقوى الله وحسن الخلق. وعندما سئل عن النار قال أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. نحن مع الموجب الذي يدخل الجنة. سؤال، هل سألت نفسك يوما هل أخلاقك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تكف الأذى عن الناس وتبذل الندى للناس وتطلق الوجه للناس، أم أن بعضنا أخلاقه هو يعلم من نفسه أن لديه أخلاق لا زالت سيئة؟ إن أقرب الناس يوم القيامة في الجنة، من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من؟ إنهم أحاسننا أخلاقا كما قال عليه الصلاة والسلام، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعندما ذكر الحبيب بيوت الجنة وأن بيوت الجنة هناك بيت في ربضها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسطها لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. ولذلك صناعة الأخلاق الحسنة في نفسي وفي نفسك وأنت مشروع الحياة، لأن ذلك يوصلك إلى أعالي الجنان، أعالي الجنان. ولذلك يا من يريد الجنة فحسن خلقك، لأن أثقل الأعمال في موازين العبد يوم القيامة إذا وزنت الأعمال ليست الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة، إنما أثقلها حسن الخلق. فإذا زاد خلقك على غيرك فقد زدت خطوة إلى الجنة أقرب من غيرك. فادعوا الله أن يزكي النفوس
واسألوه أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. مرحبا بكم من جديد أيها المشتاقون إلى الجنة. ضمن صلى الله عليه وسلم لأمته بيت في وسط الجنة. الله أكبر، يا عاشق الجنان، هناك قصر في الجنة في وسطها. تصور في وسط هذه الحدائق قصر لك، ما العمل الذي يوصل إلى الجنة ويضمن بيتا في وسط الجنة؟ إنه ترك الكذب، الصدق. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن الرجل، وتدخل في ذلك المرأة، ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن ذاك الآخر يكذب ويتحرى الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور. وفي حديث ابن مسعود نفسه قال: والصدق يهدي إلى الجنة. الله أكبر، تصور إذا نودي في السماء إن فلانا أو فلانة إنهم من أهل الصدق، معنى ذلك قد ضمنوا الجنة، فإن الصدق من موجبات دخول الجنة. وعندما نتحدث في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أي ضامن، الضمان من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من بنك ولا من ثري ولا تاجر يعطيك صك التملك، إنما هذا البيت الضامن لأن تدخله بل وأن تملكه في الجنة هو من لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أنت ضامن يا رسول الله لمن وسيعطى ماذا؟ قال: لمن ترك، أنا ضامن زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهنا الشاهد: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. كم في مجالسنا من ذاك الذي يستهويه أن يضحكنا وأن يمزح علينا وأن يقلب المقالب على بعض الناس فيقول بعد أن ينتهي من مقلبه كما يدعي: والله كنت أمزح. هذا كذب، ولربما هذا الكذب يحرمك بيت في أوسط الجنة. أيها المشتاقون إلى الجنة، من موجبات الجنة أن نترك هذا الحديث الذي لا أصل له، ولا يجوز لنا أن ندخل هذه الكبيرة بدعوى أننا نمزح. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والله إنها جنة قبل الجنة، يوم أن يهبك الله ذي المنة لسانا صادقا، تتحرى الصدق، تتحرى الصدق، فتكتب عند الله صديقا، فيهديك هذا الصدق إلى الجنة. فإذا من موجبات الجنة تذكر ترك الكذب، وأن تكون صادقا، وأن تقول الحق مهما كان، ولو كان الحق في بداية نطقه مر، لكن ألا يكفيك حلاوة أنهار الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة ولبن الجنة ومياه الجنة وأنهارها، أن تتحرى الصدق حتى تكتب في السماء صديقا؟ اللهم ارزقنا ألسنة صادقة يا رب العالمين. يا طالب الجنة عدن، إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك أن أردت دخولها واصدح ورتل أيذ القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة يقضي على اللثام والندر.